للوقوف على سير عمل وحدات القوات المسلحة بجهاز حرس المنشآت النفطية، قام مكتب إعلام الجهاز بزيارة إلى الفرع الشرقي للجهاز ووحدة أصول نفطية بنغازي بمستودع رأس المنقار، وإلى شركة الخليج العربي وخطوط الغاز الممتدة من مستودع رأس المنقار إلى ميناء بنغازي الرئيسي. وتأتي هذه الزيارة بناء على التعليمات الصادرة من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، وذلك للوقوف على سير العمل من ناحية الأمنية والتأمين. فيما التقى مكتب إعلام الجهاز بعضوي مجلس الإدارة بشركة البريغا للنفط عن المنطقة الشرقية، والذين أثنى كل منهما على دور جهاز حرس المنشآت النفطية من حيث الحماية والتعاون، مؤكدين أن جهاز حرس المنشآت جزء لا يتجزأ من عمل الشركات. وعبرت الشركة عن شكرها وامتنانها لرئيس الجهاز ووحدة حماية أصول نفطية بنغازي لتعاونهم المستمر من أجل المصلحة العامة. فيما شاد رئيس الجهاز بالدور الذي يبذله مهندسي وموظفي وفني بمستودع رأس المنقار على عملهم الدؤوب من أجل رفع من معاناة المواطن لتوفير احتياجاتهم اليومية، كما أثنى على دور فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية ووحدة حماية أصول نفطية بنغازي لتأدية مهامهم على أكمل وجه، مباركا لهم حرصهم وانضباطهم واتباعهم للأوامر العسكرية داخل المنشآت النفطية.